هل صعدتم على متن عبارة؟ قبل صعودنا للعبارة وقبل تحركها، هناك كثير من الخطوات التي لا نشاهدها عادة ولا نعرف عنها شيئاً. إنها تفاصيل تحدث في الكواليس بها مختصون ماهرون، ومنهم فهد الروتلي اليوم في جزء من يومه، ويجيب عن أسئلتنا ويخبرنا عن رحلة النقل بالعبارات. إن شاء الله اليوم راح معكم على جولة تعريفية نتعرف بها على أهم الأعمال التي يقوم بها اليوم، ومن أهم الأعمال طبعا هي الإشراف على تحميل المسافرين والبضائع وركوبها في العبارة بكل مرونة وسلام إن شاء الله. هل تنقل العبارات البشر فقط؟ حتماً لا، إنما البشر والمركبات وما عليها من حمولات وبضائع، لكن لابد من تنظيم وتنسيق لهذه العملية حتى تسير على أفضل ما يمكن. الله، راح نبدأ عملية تحميل المسافرين على متن العبارة شنة، فيكون دورنا كعمليات الإشراف على تحميل المركبات والمسافرين بأمان وبسلامة ومساندة طبعا الآن بعد انتهاء من التحميل راح نتأكد من أعداد المسافرين والمركبات على متن العبارة، وراح نتواصل مع مكتب الحجوزات. كيف الحال؟ شو أخبارك؟ طيب، أعطيك العافية. الأخ سعيد معالي كامل، عطنا آخر تحديثات أعداد المسافرين والمركبات على هذه الرحلة. نعم، 27. تمام، شكرا أخوي سعيد، أحسنت، يعطيك العافية. طبعا لا انتهينا من اخذ اجمالي لاعداد المركبات والمسافرين، وراح نعطيها المساعد الكابتن، ويمكن العباره تتحرك في وقتها المناسب ان شاء الله. فهد الروتلي هو على العبارة، لكن يجب عليه أن يرى ويعرف ما الذي يحدث على الرصيف قبل وصول العبارة إليه. لقى محمد، حن قريب عاد نوصل الميناء إن شاء الله، 10 دقائق بالكثير. طمنا عن الأوضاع في الميناء، كل شيء تمام؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير، إن شاء الله 10 دقائق ونلتقي على الموقع. أحسنت. طبعا خذينا اتصال الآن مع تنفيذ العمليات ميناء مصيرة، وفادنا بالأوضاع آمنة، كل شيء تمام ولله الحمد. طبعا حاليا في مكتب الحجوزات بمصيرة، وراح نعرفكم على أهم الأعمال المكتبية التي نقوم بها. طبعا من أهم هذه الأعمال الاطلاع على الإيميلات والردود عليها كذلك، وعمل جدول موظفين وتوزيع مهام العمل للموظفين على أكمل وجه من أجل تنظيم سير العمل بسلاسة وبمرونة. يواجه الروتلي بعض المشكلات والمواقف الصعبة أحياناً، وهذا أمر طبيعي في كل مهنة ووظيفة، إلا أنه يتجاوزها بخبرته ومهاراته في التعامل مع الأفراد والظروف من حوله. حياك الله أخوي، مرحبا بك. أعذرنا طبعاً، ما قدرنا ناخذك بدون حجوزات،
عندك الوقت تقريبا 25 دقيقة بإمكانك توجه للمكتب وتحصل على تذكرة صعود العبار. والوقت يمديك إن شاء الله. 25 دقيقة عن مغادرة العبار. طيب. توجه للمكتب إن شاء الله تحصل تذكرة. طيب. حياك الله، يعطيك العافية. طبعا بعض الأحيان نلاحظ مثل هذه العمليات، شخص ما عنده خلفية عن أمور الحجز، فنقوم بدورنا بتوجيه هذا الشخص لمكتب الحجز إذا هناك ما يتسع من الوقت. وإذا هناك من الوقت بإمكانه يغادر على الرحلة بعدها على الساعة 3 إن شاء الله. العمل على متن العبارة لا يقوم به فرد واحد فقط، إنما هو أداء جماعي متناغم وسلس يؤدي إلى هدف مشترك يتمثل في وصول العبارة ومن عليها بسلام إلى وجهتها. عشان نكون في مناقشة مع مساعد كابتن العبارة، إذا هناك أي ملاحظات باتجاه العمليات خلال العمليات التشغيلية ما بين شنة أو مصيرة، بإمكاننا نستمع لآرائه أو مقترحاته. طبعاً خلال هذه الرحلة إحنا في زيارة معاكم إن شاء الله، راح نستوضح إذا توجد لديكم أي ملاحظات متعلقة بالعمليات التشغيلية سواء في ميناء مصيرة أو شنة. إذا لديكم أي ملاحظات بإمكاننا معالجة هذه الملاحظات والتواصل مع الجهات المعنية حولها. الحمد لله رب العالمين، ما في معانا أي ملاحظات، وشباب العمليات قايمين بالدور. نوصل للميناء ونحصل المرسى العبارة تم إخلاءها من جميع المراكب، والحمد لله رب العالمين نرسو بأريحية، وكذلك لما نبحر. بارك الله فيك أخ سعود، هذا واجب علينا إن شاء الله، وهذه الأشياء دائما من أجل سلامة الركاب والمسافرين وطاقم العبارة والعبارات كذلك. ينتهي نهار آخر التي يقضيها بين مصيرة وشنة، مؤمنا بالدور الذي يقوم به هو وزملاؤه في حركة الاقتصاد، فهم كالفلج الواصل بين المنبع والساقية، قناة وصل رئيسية، آملين غد منتج جميل لأجل عمان وأهلها.